الفلوسي نتاع المفقودين هو اساسا متعلق بالهجرة الغير نظامية ولا من بعد خروجهم من تونس انقطع الاتصال بهم. أول مفقودين هما أبناء الحوض المنجمي في 2008، ثم الثانيين هما 9/9/2010 هو أمين بن حسين ومن معه، ثم 1 مارس 2011، 14 مارس 2011، 29 مارس زود مراكب 2011، 29 أفريل مركب، 4 أفريل مركب، 5 ماي مركب، 6 سبتمبر 2012 مركب، 7 سبتمبر 2012 مركب، 22 سبتمبر 2012 مركب، 27 مارس 2016 مركب. ولهذا الحصيلة متاع الأولاد المفقودين هما 504. اتصلنا بسلباجي وقت اللي جح في المرحلة الأولى للانتخابات في مقر النداء، وقال لنا دوبا نتولى رئاسة الجمهورية إذا كان جحت بقدرة ربي، أول الملفات اللي تطرحوا على الطاولة هو ملفكم. ثم السنة في 8 فيفري كان عندي لقاء معاه في إيطاليا أنا ومحرزية وعياد لأميات الأخرين في الطريق زادة، قلنا له يا سلباجي أولادنا، قال ما غير ما توصيوني. ثم من بعد ما غير ما نوصيه جاء الحاكم اعتقلنا حتى روح هو. المحاسة الحزبية، المصالح الضيقة، الخلفيات، التجاذبات، لاحظنا بالملموس أنه هناك هذا خلينا نقول التجاذب، حتى وكأني المسألة أصبحت اليوم الصراع على مواقع المسؤولية في حتى في هذه المسائل بين مكونات هذه الحكومة. مفتح معنا الملف حتى إنسان، احنا لتوا مناش عارفين تابعين شكون، لا تابعين الخارجية لا تابعين الشؤون الاجتماعية، ولا ما نعرف ساعة ساعة نقول أنا تابعة نيكاراغوا تابعة فنزويلا، كل ما نعرفش أنا وين. الملف وقاعد تخلي عليه من أجل المصالح، من أجل اتفاقيات يمكن، وهذا لأنه اليوم كما قلت لك وقت عديد المناسبات اللي المفروض أنه يتطرح فيها هذا الملف. حتى في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يقول لك أنه الحكومة التونسية لو أني طرحت هذا الموضوع بجدية كنا نجم نوصلوا للحقيقة. قبلني وزير الداخلية الإيطالي، قبلني رئيس البرلمان الإيطالي، قبلني رئيس إيطاليا مرتين، اللي كان المجتمع المدني كل يقولوا لي جيب وثيقة من تونس وحلوا الملف. رئيس البرلمان الإيطالي يقول لي كان تونس حبت تحلوا الملف أسهل ما فما، 5 مرات يراسلوا الجهة التونسية باش يحلوا معهم الملف وما حلوا.